السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مشاهدينا ومتابعينا من جميع أنحاء الوطن العربي على قناة اليوتيوب محمد فرحات أبو عدين. فضلا وليس أمرا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان خاطر يوصل لك كل ما هو جديد من فيديوهات بنقدمها بإذن الله تعالى. طبعا يا جماعة عايزين لايكات كتير، شير للفيديوهات علشان توصل أكتر عدد من الناس والكل يستفيد بإذن الله تعالى. وطول ما في دعم منكم وفي استفاده، يعني كنت ما في دعم من حضراتكم لمحمد، بنقدم معلومات جديده، بنظهر حاجات جديده، بنشتغل ان شاء الله شغل جديد في جديد باذن الله تعالى. النهارده طبعا كنا بعد فتره طويله او بعد غياب طويل كنا بننزل على القناه فيديوهات للكلاب بتاعتنا، كلاب كانت موجوده وكلاب اتباعت، كلاب من فترات طويله طبعا، وفي منها الموجود وفي منها اللي اتباع، تمام؟ علشان خاطر طبعا كنا مشغولين شويه في البيت هنا، في صب سقف، في حاجات شويه شغل كده في البيت. احنا باذن الله قلنا نجهز بس المكان دلوقتي ونصور فيه لحين باذن الله ما نجهز تجهيزات جديده باذن الله تعالى، علشان خاطر هيكون في امور ثانيه ان شاء الله هتجد وامور هتبقى امور كويسه. بالنسبه لي انا يا محمد كنت بنتج او بفرخ عندي في قلب الشقه بتاعتي هنا، تمام؟ اللي هي الجاهزه بتاعتي كنت بنتج او بفرخ فيها. فطبعا هنبتدي باذن الله تعالى هنعمل بوكسات كتير جدا، هنبتدي نعمل منيش. ايه هو المنيش؟ المنيش بيبقى عباره مثلا زي بوكس كده، بس يعتبر سلاكه صغيره من الحيطه لسلك عليها بيتعرض فيها الكلب. هيبقى الكلب نعرض فيديوهاتنا او نتكلم ونبتدي نعرض كلابنا وهي موجوده معانا في المنيش. هيبتدي هيبقى في امور كتيره جدا باذن الله تعالى. هيكون تجهيز المكان عندنا ان شاء الله هيكون عملي باذن الله تعالى، علشان خاطر الناس اللي عايزه تجهز عندها السطح بتاعها، تعمل بوكس 2 3 5 10 15، هتبتدي تعمل منيش، هتبتدي تعمل مشايه للكلاب، هنبتدي نعمل امور كتيره جدا. هنبتدي الشقه او المكان اللي فيه الكلاب دلوقتي حاليا هنبتدي نجهزه تجهيز كويس جدا، هيكون ولادات، هيكون ولادات، لان الشتاء داخل علينا باذن الله تعالى ويكون داخل علينا بالخير باذن الله تعالى. طبعا زي ما احنا قلنا عشان خاطر اساس الفرخ الشتاء، اساس الفرخ الشتاء. فتره الصيف كلها يا جماعه بتكون الامور فيها مش كويسه، اللي بيطلع جرو في الوقت دوت بيكون هو بطل، اللي بيطلع جرو في الوقت دوت بيكون هو بطل، تمام؟ لكن الشتاء اليوم بتاع الجرو بيومين، اليوم بتاع الجرو بيومين، يعني الجرو مولود النهارده بتلاقي بكره بعد بكره بتلاقي الجرو ما شاء الله ابتدى حجمه يزيد، حجمه يملى، اي حاجه بتبان عليه بسرعه بتلاقي الجرو على عمر 35 يوم. انت تقول عايز ابيع، لو انت عندك جرو وبتفرخ بتلاقي الجرو قد كده. غير في الصيف، الصيف بتستنى لما الجرو يوصل ب 50 60 يوم علشان يبقى حجمه كويس، وللاسف برضه ما بيدكش الحجم اللي انت عايزه. ففصل الشتاء بيبقى فصل ان شاء رب العالمين كل خير بالنسبه للمنتجين او المربيين بتوع الكلاب او بتوع اي حاجه تانيه، لانه الشتاء طبعا زي ما احنا عارفين ومتاكدين طبعا احنا كبني ادمين بنحب الشتاء عشان خاطر مثلا ما بيبقاش فيه خروج كتير، بتبقى بتاكل وبتشرب وبتنام، وبيكون فيه الاكل اكتر باستمرار. لو ناخد بالنا اصلا يا جماعه هتلاقي طول فتره الشتاء بيكون انت بناكل كتير، بناكل كتير طبعا. هي كمثل برضو يعني مش بنشبه نفسنا بالكلاب طبعا، لا طبعا بيكون، بس بتكون الكلاب برضو بنفس الطريقه بتاكل اكتر، بتاكل كتير، بتبقى نفسها مفتوحه، بتبقى في المكان اللي انت حاطه فيه. اي كان هو المكان دفى او ساقعه الكلاب بتحب تاكل كتير عن فصل الصيف. لو الكلب معاك بيدلع في فصل الصيف من ناحيه الاكل والشرب وتحط له اكل معين ما بيرضاش ياكله، بيكون في فصل الشتاء ان شاء رب العالمين بياكل اي حاجه، بس انت لاحق عليه اكله، بس انت لاحق عليه اكل. ده بالنسبه لفصل غير فصل الصيف. طيب بالنسبه لفصل الصيف الشتاء هنقابله ازاي؟ يا جماعه هنقابله زي ما احنا قلنا عشان خاطر ربنا يسترها معانا ومعاكم باذن الله تعالى، المكان يكون متفتح على قد ما نقدر، ما ندفيش على قد ما نقدر، ما ندفيش. بكرر تاني، على قد ما نقدر ما ندفيش، عشان الدفى هيتعب كلابنا جدا 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 يا جماعه. هيكون الكلب في قلب السجانه جوه او في قلب البوكس او في مكان الاوضه اللي احنا حاطينا فيها الكلب. الكلب طبعا ما بيعملش حمام في مكانه، هنفتح للكلب عشان يعمل حمام،
يخرج الكلب يجري من الاوضه اللي هو فيها، خد لشعه هواء، الكلب خد برد، تعب الكلب، اصرف كتير جدا جدا جدا. وهنخش تاني في مراحل طبعا مش كويسه، طبعا احنا في غنى عنها، فطبعا لازم يكون المكان كله مكوي، المكان كله في تهويات كتيره جدا 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 علشان خاطر تبقى الامور كويسه بالنسبه للكلب عشان يتاقلم مع الجو اللي هو فيه. زي ما احنا قلنا قبل كده، قلنا كلاب بره، كلاب بولندا او المانيا او الدول الاجنبيه عامه كلها، بنلاحظ ان الكلاب كلها شعرتها كثيفه، بتيجي هنا في مصر شعرتها بتبوظ خالص. الكلاب متعوده هناك على 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 الجو، على الرطوبه، طبعا على الثلج. بتلاقي الكلب اصلا خارج مع صاحبه او خارج مع مع البريدر بتاعه، خارج الكلب مش في قلب الثلج عادي، ولا في اي امراض ولا في اي حاجه. احنا اللي بنتعب كلابنا بنفسنا يا جماعه، فاحنا ناخد بالنا من اللي جاي. طبعا يكون في تهويات كتير، طبعا مش بقول ان لو انت مقفل تهوي، لا، انا بقول لك عود كلبك على المكان اللي انت هتحطه فيه. يعني انا حاطه تحت سقف زي ده ومكشوف، حاول تغطي شويه، حاول تغطي شويه عشان برضه ما يجيلوش الرطوبه في رجليه او في جسمه ويتعب منك. لا، مش بقول ان احنا نخليها مفتحه خالص ومحمد قال لا، طبعا نحاول نغطي بس نسيب فتحات ان هو يخش له برضه نسبه الهواء اللي بتخش له. ان انا لو فتحت الباب خرجت الكلب من مكان لمكان، الكلب ما يبردش ولا يجي له برد ولا ارجع تاني في حاجات تانيه تتعب الكلب او تخش في مشاكل تانيه. طيب ده بالنسبه للجو اللي هنقابله، هنتكلم فيه كتير جدا المواضيع الجايه والايام اللي جايه، وازاي يكون الوقايه، وازاي هندي كلابنا حاجات كتيره جدا. طبعا كنت عايز اعرضها النهارده بس هعرضها الفيديو الجاي. ليزا يا جماعه ادعوا لها بالشفاء، ليزا ادعوا لها بالشفاء، ليزا تعبانه قوي ما اعرفش فيها ايه للاسف، يعني مش قادرين نشخص لها اي علاج ولا نشخص لها اي مرض. طول الوقت حاطه، طول الوقت درجه حرارتها عاليه، اديت يعني كل شيء من علاجات خافض حراره، اديت كل شيء ومضاد حيوي، لكن للاسف لسه. فهنبتدي نضطر نعرضها على دكتور يكون كويس، يا ننزل بيها طبعا القاهره يا اسكندريه، اي دكتور يكون كويس حتى عندنا في مكاننا باذن الله تعالى. فربنا يسترها ان شاء الله ويعدي على خير. دعواتكم ليها يا جماعه عشان خاطر ربنا يسترها، لان انا دي فعلا الكلبه المحببه لقلبي، بعيد عن اي شيء، عن انتاج او عن اي حاجه، لان انا فعلا بجد تعبانه، تعبانه قوي. الكلبه حرارتها ما بتنزلش، عاليه طول الوقت من 40 ل 40 ونص، وده طبعا خطر جدا جدا جدا. شغال معاها بكمادات اللي هي طبعا الخل، شغال معاها بحقن كتير، خافض حراره، شغال معاها مضاد حيوي، وشغال معاها كل شيء، بس للاسف انا مش عارف الكلبه فيها ايه. انا حصل عندي شويه للاسف امور كده مش طبيعيه من ساعه ما يعني انا من عادتي بحبش اطلع حد على كلابي خالص خالص، بس للاسف من ساعه ما الجماعه اللي كانوا بيصبوا عندي هنا في البيت طلعوا، والكلاب كانت بعض الكلاب كانت ظاهره ليهم اتشافت، فطبعا في عين بتسمي وتصلي، وفي عين ربنا يبعدها عنا مش كويسه، طبعا بتخش على حاجه الناس ما بتسميش، ياه الكلاب دي كلها، ده الكلاب مش عارف بتعمل ايه، ده الكلاب كذا. والله 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 يعلم ربي سمعتها بودني من راجل نجار طالع، فانا مش واخد بالي ان انا موجود جوه اصلا عند الكلاب، فباكل واشرب والكلام من ده، فالكلاب هبطت مره واحده، قامت كلها مره واحده الكلاب، فانا طبعا ما اتكلمتش، فانا بعمل اكل ما قلتش سكوت ولا الكلام من ده. فلقيته بيقول له ايه، واحد بيقول له شايف الكلاب ده، الكلاب طبعا بتاع، قال له شفت حاجه، ده اللي جوه ايه اكتر من كده بكتير، كلاب كتير قوي. فقمت جاي طالع قلت له صلى على النبي، بص لي كده باستغراب ان انا موجود اصلا جوه، فوجئ ان انا لاقيني جوه، وهز راسه كده ومجاف بعض ومجامش. فطبعا هقول ايه ولا عيد ايه، ما فيش طبعا اي كلام هيتقال غير ان ربنا يعديه على خير ويسترها علينا وعليكم جميعا. دعواتكم يا جماعه ليها ان ربنا طبعا يسترها معانا ويشفيها، لانها هي تعبانه، هي وابنها، هي وابنها، لانهم هم اللي كانوا ظاهرين في البدايه او في الاول، خبطتهم لان الكلاب كلها دايما بتبقى محبوسه جوه، فقلت لك ربطتهم بره عشان خاطر ما بحبش اربطهم، ما بحبش طول الوقت يبقوا مخرومين بلوك سايبين، فما كانش في كلاب، فخرجت دخلت كلاب، يعني الكلاب بره دخلتها جوه، خرجتهم هم بره كانوا مربوطين، فكانوا هم في وش المدفع زي ما بيقولوا. فالحمد لله رب العالمين على كل شيء، وربنا يسترها طبعا. فبس ما
مش محتاجين غير دعواتكم يا جماعه. وعايزين يا جماعه طبعا انتوا شايفين القناه، عايزين نكبر القناه، نكبرها طبعا بالاشتراك بتاعكم، بتفعيل زر الجرس لكل الناس اللي بتخش تشاهد وتشوف الفيديوهات. يا ريت كل يخش يشترك يا جماعه عشان خاطر نكبر ونكبر العيله بتاعتنا اللي هي قناتنا يا جماعه باذن الله تعالى، ونقدم فيديوهات كتيره باذن ربنا تكون عمليه، لان الفيديوهات لان الايام اللي جايه هتكون شغل عملي، في كلاب هتولد، هنبتدي باذن الله تعالى هنطلع فيديوهات هتبقى مباشر للكلاب وهي بتولد، وازاي بنتعامل معاها، وازاي بنطلع الغرو، وازاي هتبقى كل حاجه باذن الله تعالى عملي فعملي فعملي. هتخش علينا باذن الله تعالى كلاب جديده كلاب جديده ان كان نتش او ذكوره، هيكون برده كل حاجه باذن الله تعالى هتكون عملي فعملي ان شاء رب العالمين، في فيديوهات متصوره ليكم طبعا ولحضرتكم. فكل المطلوب منكم يا جماعه فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان خاطر يوصل لك كل ما هو جديد. ادعمني بلايك، شير الفيديوهات علشان توصل لاكثر عدد من الناس. هو ده المطلوب يا جماعه منكم باذن الله تعالى، ودي كان نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. وطبعا تاني مره اشكركم يا جماعه، شكرا جدا على الناس اللي بتتابعني من جميع انحاء الوطن العربي علشان خاطر ما انساش حد. طبعا كل الناس بتعلق لي وتكتب لي، والناس اللي غبت عنها فتره بقت تكلمني، يا محمد انت مش ظاهر ليه؟ في حاجه؟ طيب في كذا في كذا. ناس كتير جدا من مصر ومن خارج مصر، احب اشكركم جدا. هي بس كانت شويه الظروف اللي حصلوا عندي، والظروف اللي هي اللي انا قايم عليها دلوقتي بالنسبه لليزا ولابنها، فربنا يسترها يا جماعه. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.